ابو دعاء يعني اسراء بتتكلم مظبوط؟ طبعا، هو دروب السنه اللي فاتت دي حاجه عمرها ما حصلت تقريبا، فده كان دافع لينا اكتر ان دي حاجه ما تتكررش تاني في تاريخ النادي الاهلي. احنا نسينا السيزون اللي فات، كل اللي فاكرينه بس منه ان احنا لينا 3 بطولات لازم ناخدهم، سواء ان هو بالذات بطوله المنطقه كانت الشمس اخدها مننا، فاخر ماتش كان ممكن الماتش الاخير ده الفاينل معاهم، كنا نازلين اللي هو احنا شويه اللي هو احنا حقنا في البطوله دي فاحنا لازم ناخدها. فممكن الشوط الاول خلص 12-10 ليهم، بس احنا طول الوقت لا، اللي هو البطوله مش هتضيع مننا تاني، صعب قوي ان البطوله تضيع مننا تاني. فضلنا نحاول لحد الماتش خلص تقريبا في اخر الماتش خالص، يعني لان قلنا فعلا ما ينفعش ان احنا نسيب حقنا مرتين. طب اكيد المكسب ده بيجي بتضحيات، اكيد يعني اكيد كل لعيبه منكم ضحوا. انت على يعني على مستوى الشخصي ضحيتي بايه؟ هل ضحيتي بخروجاتك اللي كنت بتخرجيها، بفسحك مع اسرتك؟ يعني انا تقريبا نسيت شكل اصحابي خلاص يعني. لا مطلوب، خلي بالك بالظبط. لا هو سواء مثلا الحياه الاجتماعيه هو خلاص هو زيرو تقريبا، مفيش خالص بالذات السنه دي، لان فعلا لو في حاجه مثلا خروجه ولا تمرين، لا بالذات السنه دي هو لازم تمرين، هو لازم الماتش، ما فيهاش ان حد يعتذر عشان حاجه. حتى احنا مثلا انا جايه على حساب الشغل في اوقات كتير، اللي هو تمرين الساعه 4 انا همشي من الشغل بدري عشان اعرف اجي التمرين. يعني حط التمرين الاولويه الاولى في حياتك. بالظبط، ان حاجه بعملها من وانا 6 سنين، فصعب قوي. صعب عليك ان انت تخسري البطولات ويبقى بعيد، يعني ناخد بطوله طيب، انما يعني كان موسم صعب جدا. بالظبط، وعايز ومطالب منكم ترجعوا في نو تايم، يعني شهرين بالظبط، يعني السنه اللي وراها لازم ناخد كل البطولات. وكمان السيزون ده بادئ بدري، يعني السيزون اللي فات خلص متاخر وده بدا بدري على طول، فاللي هو احنا قدامنا بالظبط كان 3 شهور المفروض نبقى في اعلى فورمه لينا ان احنا نرجع كل البطولات يعني.